انا قلت لكم على احلام اليقظه دي قبل كده. دي بقى ايه؟ عارفين اللي بياخدوا المخدرات، اهو احلام اليقظه دي نوع من انواع المخدرات. تقعد كده ثانويه عامه، فتحت الماده بتاعت البيولوجي وتقول لازم اهتم بالبيولوجي، لان البيولوجي مقدمه كليه الطب. بلطو، سماعه، مستشفى، الدكتور سامح راح، الدكتور سامح رجع، والحلم يكبر، ودخلت شريك وفتحت مستوصف وانت قاعد ثانويه عامه لسه، والمستشفى والمستوصف كبر وبقى مستشفى، وبقت مستشفى انترناشونال، فرع في المنصوره وفرع في الاسماعيليه، والحلم وداك للامارات وبقيت تجيب بالدولارات، والحلم شغال، والحلم شغال، والساعة شغالة من 7 لـ8 ومن 8 لـ9، ولقيت صوت كئيب. عادة بيبقى صوت ماما بيقول لك اعمل لك سندوتش ولوبيف ولا سندوتش جبنة، أي حاجة، أنا بقول أي حاجة. يا ماما ده احنا بنحط حجر أساس، مش وقته أهو. ده بقى أبعد عنك، دي اسمها أفكار بطالة. ليه؟ لأن على فكرة حلم اليقظة فور فيو سكندز مش وحش، بيعمل بريك يعني ممكن يزود الموتيف، يعني ان الانسان يعمل حاجه. لكن انا بتكلم على ناس ايه مقضياها احلام، راجل سلبي قاعد على الكنبه لدرجه مع الوقت ما تعرفش الكنبه منه، يعني هما الاثنين بقوا قطعه واحده، قاعد على الكنبه، مراته تقول له مش هتشتغل، يقول لها انا بشتري تذكره يا نصيب امريكاني، عارفه دي بكام؟ اول حاجه 36 مليون دولار، الثانية 20 مليون، أنا مش طالب من ربنا أم 5 مليون بس، وهتيجي، أنت مش مقتنعة، هتيجي. ومقضيها أحلام بقى، الـ5 مليون دولار في 20 يبقوا كم مصري؟ 100 مليون جنيه مصري، مليون عربية لكل واد، ونتنقل نقلة حضارية ونسيب البيت اللي احنا فيه، وعملهم حمام سباحة وجاكوزي وزعانف واي حاجه، هجيب لهم اي حاجه نفسهم فيها، بس اهم حاجه ما ابوظهمش، لان الفلوس تبوظ، ما هم لازم يشتغلوا برضه. انا هجيب لكل ولد شقه بالمحاره واسيبه هو اللي يفنشها، بالرغم ان هيكون عندي فلوس افنشها له، بس مش هفنشها له، انا مش عايز ابوظ ولادي. لغايه لما برضه الصوت الوحش يجي له مراته برضه وتقول له ما تقوم تعمل لك حاجه، ازعجتني، طلعتني من الحلم. اهو ده برضه أفكار إنسان مبيت فيها، قايم فيها، نايم فيها. إيه اللي بيحصل؟ يقول لك أحلام اليقظة تبطل الإرادة وتبطل الجهاد. ما أنت حققت اللي أنت عايزه. اقفل بقى كتاب البيولوجي، خلاص أنت دخلت كلية الطب. طب أنت ذاكرت حاجة؟ ما ذاكرتش، بس قضاها إيه؟ أحلام.